كان للخليفة العباسي موسى الهادي جارية اسمها غادر من أحسن الناس وجهاً وغناءً، وكان يحبها حباً جماً. وبينما هي تغني يوماً خطر له خاطر شغل باله حتى سهى عن رفاق جلسته، فسأله أحد المقربين عن حاله فأجاب: قد وقع في فكري أني أموت وأن أخي هارون يتزوج جاريتي بعد أن يتولى الخلافة. استعاذ أصحابه من فكرة موته، فقد كان شاباً في ريعان الشباب ودعوا له بطول العمر، لكن الفكرة كانت قد استحوذت عليه. أمر الهادي بإحضار أخيه وعرفه ما خطر في باله، فأجابه بأنه لن يفعل، فقال الهادي: لا أرضى حتى تحلف أني إذا مت لا تتزوجها. فحلف واستوفى عليه الأيمان من الحج راجلاً وطلاق الزوجات وعتق المماليك وتسبيل ما يملك، ثم أحلفها بمثل ذلك فحلفت. ولم يمض على الأمر سوى شهر واحد ومات الهادي، وتمت بيعة أخيه هارون الرشيد. تولى الرشيد الخلافة، فبعث إلى غادر يخطبها فقالت: كيف نصنع بالأيمان؟ فقال: أكفر عن الكل وأحج راجلاً. فوافقت وتزوج وزاد شغفاً بها حتى أنه صار يضع رأسها في حجره فتنام فلا يتحرك حتى تنتبه. وبينما هي نائمة ذات يوم استيقظت فزعة تبكي، فسألها عن حالها فقالت: رأيت أخاك الساعة في النوم وهو يقول شعراً: أخلفت وعدي بعدما جاورت سكان المقابر، وحلفت لي أيمانك الكذب الفواجر، تزوجت غادرة أخي، صدق الذي سماك غادر، أمسيت من أهل البلا وغدوت في الحور العوائر، لا يهنك الإلف الجديد ولا تدر عنك الدوائر، ولحقت بي قبل الصباح وصرت حيث غدوت صائر. وأجهشت بالبكاء وقالت: أقسم يا أمير المؤمنين، وكأني أسمعها في رأسي وكأنما كتبها في قلبي، فما نسيت منها كلمة. فقال لها الرشيد مطمئنا: ما هي سوى أضغاث أحلام؟ فقالت: كلا، ثم لن تزل تضطرب وترتعد حتى ماتت بين يديه، وذلك في سنة 73.